اعمل سندوتشات جبن وجرجير، حاجات صحيه اهي، وجبن بقى وبسطرمه وبيت بولو بيف ودنيا. والله انا لو نزلت كده بس وقفت عملت فرشه كده قدام القناه كل القنوات هتبقى هتموت نفسها تدوق حاجه كده من ايدي واسميه ليالينا. يا سلام ليالينا، مش ممكن. سكالانس تلاقي، كبده بالسجق تلاقي، جبن تلاقي، كله كده يا باشا هيبقى زي الفل. فخليكم معانا النهارده عشان تعرفوا ازاي انا بعمل سندوتشاتي الفظيعه السريعه. فعيش سعيد. عيش سعيد، لون حياتك بإيدك، عيش سعيد وشوف اللي في إيدك، عيش سعيد أملك هو جديدك، عيش سعيد يومك هيبقى عيدك، اتفقل وحط كلمتين في روتينك، عيش سعيد علي صوتك مش سامعينك، عشان ترتاح ما تفكرش في اللي راح، اسعى اتعب اتقدم هتشوف أرباح، 24 ساعة ليل أو غم وعك، يلا بينا هنعمل إيه؟ دم دمتك بص للسما وارفع ايديك، حدد هدفك هتلقى حاجات كتير تقولك بحبك. عيش سعيد، عيش سعيد، عيش سعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء العسل على كل اللي بيتفرج على اي تي سي، ويوم جديد وعيش سعيد. ولو انت قاعد قريب او انت قاعد بعيد، ولو انت اسمك محمد او انت اسمك سعيد، ولو انت بتشرب مش عارف ايه او ليك في العميد، لابس برانيت كله بقى، نقعد ممكن نقضي الحلقه كلها فيها ايد لحد ما حد فينا يقع. بالظبط. عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا بوب؟ ازيك يا سهى؟ مساء الفل عليكم. مساء الفل على كل الناس اللي بتشوفنا على اي تي سي. ان شاء الله كده يكون يوم جميل ومخدر كده زي اللي انا لابساه. ان شاء الله كله بقى. لا وانت مش بس مخدر، انا شايفه في خضار هناك كتير. اوعى جرجير يا لينا، تعملي ايه بالجرجير؟ ده انا هبقى صحيه، ده انا قررت على فكره ما اسموش جرجير، هاب هيركو. روكا. 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 طيب بص بقى، انا هقول لك على حاجه. انا يا جماعه ناويه النهارده واحنا بنتكلم طبعا وبندردش ونقول اخبارنا وحواراتنا وحركاتنا، نويت ان انا اعمل لكم ساندوتش لذيذ جدا جدا، وعشان كمان كل الناس تتعلمه معانا. هو بسيط، هو عباره عن ثلاث مكونات لا غير، عشان احنا ساعات بنحب ناخد الحاجات الخضرة دي عشان تقوي مناعتنا والحاجات اللذيذة دي، بس بتبقى طعمها مر. هتقولوا لي اه صح؟ ما عدا لا الجرجير طعمه حلو. لا بس في سنة مرارة. فدايما اولادنا بيقعدوا يلقطوا الحاجات دي، هم اذكياء، دول انصح مننا، دول فظاع، دول بيورشوا بص الحاجة من على بعد اميال. فاحنا هنحط لهم السم في العسل. هنعمل ايه؟ عندنا يا جماعه مكونات، ثلاث مكونات بسيطه جدا، جبنه سبريد اللي هي الكريمي دي، وجبنه تشيدر، وجرجير. ايه ده؟ هي بتضحك علينا وتقول لنا هطبخ لكم النهارده؟ بس هي ما قالتش هطبخ لكم النهارده. لا ما قلتش هطبخ لكم، قالت لنا هعمل لكم النهارده. انا كنت هعمل لكم، انا غير فاكره نخليها هعمل لكم النهارده. انا حاسه ان المكونات دي ما تطلعش حاجه يعني. لا لا هطلع حاجه. بص بقى، هيكسروك، هيحاولوا يقدموك ويكسروك ويكسحوك، خليك دايما جامد. لا بس يا ساتر يا جماعه، الساندوتش ده حلو قوي لان الاطفال بتحب الجبن، فلما تدس لهم فرع جرجير جوه الساندوتش مش هيحسوا. بس بيلقطوا يا لينا. لا 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 مش بتلاقيه راح واخد القطمه وبعد كده يروح ايه، هي اصعب، منزلها كلها على بقه من هنا. بص انا هقول لك اصعب حاجة في الـ الحاجه اللي بتعملها لينا دي غسيل الجرجير، اكتر من كده والسبريدنج. سهى اي حاجه فيها راحتي هعملها، اي حاجه فيها مجهود اقل بشتري هعملها. نفسي انا بشتري نفسي وصحتي ومالي ونفسي وعزتي وكرامتي. اه والله. طيب بصوا النهارده هنتكلم في مواضيع لذيذه جدا. اول موضوع يكون معانا النهارده وهو المشروع. يعني ايه المشروع؟ طبعا كل ما نقابل صحابنا، كل ما نقعد في كافيه، كل ما نروح نقعد في النادي، كل ما نخرج، بقول لكم ايه يا جماعه، احنا لازم بقى نعمل مشروع، احنا لازم نتفق كلنا، نلم من بعض ونعمل سبرتايه مع شويه كوفي مع مش عارفه ايه، ونعمل المشاريب. ونجيب لا لا لا. عربيه نص ونفتحها من ورا ونحط بالزبط. فيها المكنه وبتاع. طب ما انت بتعملي اهو، طب ما دلوقتي اهو ادي مشروع. ده مشروع ممكن نعمل لك اسمها ايه، نصبه؟ نصبه؟ طب ما لازم كل واحد فينا هيعمل حاجه. اعملوا لي والله ترابيزه بره قدام اي تي سي. انت حضري. انا هلف وكيس واسلم الزبون. وكيس ليه يا باشا؟ ما على طول كده خد في حجرك. ما في ناس بتبقى عايزه عشان الهايجين. اوكي حضرتك يعني في المشروع ده؟ لا انا مش عايزه العب معاك. خدها واجهه المشروع. هيا يا جماعه عندنا روكا بتشيز. ياي ياي. وعندنا بجد بص جرجير، انت مش عارف فوائد الجرجير. اوت اوف ذيس وورلد مان. واو. بالظبط. فيا جماعه انا يعتبر خلاص اصلا البتاع جاهز. عندنا ايه كمان النهارده؟
عندنا كمان الفقرة التانية طبعا اللي كلنا متعودين ان احنا بنخرج فيها خروجة لذيذة كده، هيكون عندنا موضوع بنتكلم فيه عن الناس اللي بتقولك يعني لا قدر الله كده لو حد سألته على حاجة وقالك معرفش، ده طبعا بيبقى مش موجود معانا. عارف الجملة اللي بتقول من قال لا أعرف فقد أفتى، هي دي الجملة اللي احنا بنتكلم فيها، ان هو دايما لما بتيجي تسأل أي حد على أي حاجة لازم يجاوبك، ما ينفعش يقولك لا أصل معرفش. وعندنا كمان النهاردة بعيد عن الليمون والجرجير والمشروع اللي هنعمله احنا التلاتة، عندنا كمان ضيف النهاردة، عندنا حد هيغني معانا من بلد نادرا ما بتسمع انها بتطلع حد بيغني، قليلين جدا 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 السنين اللي فاتت، كان في احمد فتحي وبعد كده بنته بلقيس وبعد كده الراجل الطيب اللي هيجي معانا النهاردة اللي هتعرفوه لما يجي وقت الفقرة بتاعته. ماشي؟ يلا بينا. ماشي. طيب انا جايبه معايا سندوتشات ناكلها في الفاصل، وانتوا تقولوا بقى للناس انتوا حسيتوا بايه بقى اكلتوه. ماشي. حاضر. يلا بينا فاصل ونرجع لكم تاني على طول، خليكم معانا في عيش سعيد.